كسؤال ربما أخير أستاذة نبيل، يعني تحدثنا عن الأسباب السياسية، أيضا الأسباب الاقتصادية وحتى الثقافية لظاهرة الهجرة العكسية كما نتحدث في هذا الموضوع. ربما كخلاصة لهذا الموضوع، هل يمكن أن نتحدث عن أزمة هوية تعاني منها الأجيال الجديدة من المهاجرين الذين ربما خلينا نقول لم تتح لهم الفرصة، فرصة الاختيار بين مجتمعين هم على صلة بهما؟ صحيح، هي أزمة مركبة جدا من كل النواحي، النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وهنا تدخل موضوع العولمة، يعني كما أشار الأستاذ، فعلا العولمة هي وعاء يحمل الكثير من النقاط بما فيها المادية والمعنوية. لكن الإشكالية نحن العولمة نحملها ما لا طاقة لنا، لكن لماذا العولمة لم يتأثر بها الروس؟ لماذا العولمة لم يتأثر بها الصينيون؟ لماذا العولمة لم يتأثر بها الفرنسيون أو الاتحاد الأوروبي؟ لماذا العولمة لم يتأثر بها الأمريكيون؟ لأن العولمة هي مرتبطة بوسائل الإنتاج، بالتقنيات التي يمتلكون بها. حتى هناك في العرب الآن أستاذ إنسان، سمحت لي، يعني حتى في ألمانيا مثلا هي موجات هجرة معاكسة من روسيا ومن بلدان أخرى إلى الوطن الأم، لكن ليست بنفس الدرجة بنفس والقوة. الحدة يعني نعم. نحن ولو أنه فيه مهاجرين أو الهجرة العكسية إلى أوطانهم، لكن فردية تبقى فردية صحيح. أكثر ليست ظاهرة ربما لا ترقى إلى مسمى الظاهرة. نحن الهجرة، نحن نتحدث عن الهجرة العكسية إلى أوطاننا بصفة فردية وليس نعم. بصفة جماعية أو منظمة. العكس صحيح بالنسبة نصل إلى هذه المرتبة ما. إن شاء الله نتمنى ذلك، لكن بعد أن نوفر لهم ما يلي للمواطن للمواطن نحن قبل كل شيء، التوفير لنا كمواطنين نحن ننتمي إلى هذا الوطن، ثم للعائد.